يعتبر المسجد من أوائل المساجد التي بنيت مع دخول الإسلام في المنطقة في شرق الجزيرة العربية، ويحتوي حاليا على مركز للزوار يحضن العديد من الآثار للحقبات الإسلامية أو الزمنية الإسلامية في مملكة البحرين. يعني هذا المسجد له رمزية تاريخية عند أهل البحرين، خصوصاً إذا عرفنا أن هذه المنارات يعني كانت بمثابة الدليل للسفن اللي كانت تأتي عن طريق البحر. وأشعر بالراحة النفسية عن زيارتي له، خاصة مع هالأجواء الحلوة أشعر بالراحة النفسية وقت اللي أزور هاي المكان.